ناجيه من وجده. نعم صباح الخير حبيبه ديالي، كتصبح لي لاباس عليك. الله يخليك، مرحبا. برك عواشرك. الله يبارك فيك. فين نضربوا لاله ناجيه؟ راني ايه هنا حبيبه ديالي. يا راجل بكر رمضان. لا لا. نعم مرحبا بك، المهم تكون لاله اختك حبيبه ديالي. ربي يخليك لاله اختك. نعم. قالت لك حبيبه ديالي بريوات باللوز. بريوات باللوز، مرحبا. الله. ربي يخليك، عندنا 250 غرام تاع اللوز مسلوق ومنقي. 250 غرام لوز مسلوق ومنقي. ناخذ 100 غرام سنيده. 100 غرام سنيده. ناخذ 50 غرام زبده. 50 غرام ديال الزبده. ناخذ نص معلقه صغيره تاع القرفه. 50 غرام زبده، وشحال ديال القرفه؟ نص معلقه صغيره. نص معلقه صغيره. وا عندنا واحد القريشة تاع مسكه حره مدقوقه. مسكه حره. معلقه كبيره تاع ما زهر. معلقه كبيره ما زهر. عندنا 24 ورقه تاع البسطيله متوسط الحجم. 24 ورقه ديال البسطيله. اصفر بيضه. اصفر بيضه. وعندنا 500 غرام عسل. 500 غرام ديال العسل. وعندنا الزين، عندنا يعني نديرو الزيت باش نقليو. وعندنا 50 غرام تاع اللوز مقلي ومهرمش. الزين شنو قلتي؟ قلت 50 غرام لوز مقلي ومهرمش. وزيت لي القلي. مهرمش وزيت لي القلي. نمشيو للطريقة. كنطحنو اللوز مزيان مع السكر. ايه. ونزيدو له معلقة صغيرة تاع الزبدة. ونزيدو له القرفة. نعم. ونزيدو المسكه الحره. والماء الزهر. نعم. كنخلطو مزيان بيدينا مزيان، وكنشكلو واحد الكورات صغار. ونخليوهم. من بعد نمشيو للورقه ديالنا، كنقطعوها على شكل اشريطه طوال. وندهنو كل شريط بالزبده مذوبه. نعم. وكنديرو كل شريط كنديرو فيه واحد الكويره صغيره كاع في الاسفل ديالو، وكنبقاو نطويو على شكل مثلث. نعم. من بعد كان اخر داك الشريط كنلصقو باصفر البيض. من بعد كنقليوهم، نحمرهم على جهه كاع بجوج بهم كنحمرهم. من بعد كنطفيهم في العسل ونزينهم باللوز مقلي ومهرمش. ومن بعد هذا اللي بغيتي تحتفظي بهم نحتفظو فيهم المجمد. نعم، باش ما كي لان عرفتي اللي خليناهم على برا عرفتي كيوليو الطيبه ديالهم بعدا ما زوينهش، وكيوليو بحال بحال بونج يعني، ما كيبقاوش مقرمشين. ما يبقاوش مقرمشين. نعم تبارك الله عليك، شكرا ليك. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك لاله ناجيه.